أولا نعزي الشعب الجزائري على هذه الكارثة التي لمت به في هذا اليوم، بحيث أن الجزائر لم تشهد مثل هذه الحادثة بحكم عدد الضحايا كبير جدا بالنظر لحجم الطائرة. وليكن في علم الجميع أن الجيش الوطني يتوفر على منظومة متكاملة ومتجانسة للتصرف لمثل هذه الكوارث، وهي منظومة البحث والإنقاذ التابعة لقيادة الدفاع الجوي عن الإقليم. الجيش الوطني الشعبي يقوم كل سنة بتمارين معروفة على المستوى الوطني بالتنسيق مع السلطات المدنية، وهي تمرين جبلي، تمرين بحري، وتمرين صحراوي أو في الصحراء. في هذه الحالة لم نفعل لا مرحلة البحث ولا مرحلة الإنذار، بل كان المرور مباشرة لمرحلة الإنقاذ، وهذه مرحلة الإنقاذ تتم طبعا بالتنسيق مع السلطات المدنية بتفعيل مخطط أرصد. محالة اليوم تدخل ضمن حدود مسؤولية القاعدة الجوية لبوفاريك، لماذا؟ لأن هناك قوانين معمول بها أقل من 50 كيلومتر تدخل تحت مسؤولية القاعدة التي أقلعت منها والمطار الذي يقلع منها. وبحكم أن هذه الطائرة قد سقطت مباشرة بعد إقلاعها، لم تفعل مرحلة الإنذار والبحث التي كان من الممكن تداركها عن طريق المحطة الأرضية لكسبة الصرصات التي تعمل ضمن منظومة دولية في اقتطاف إشارات الخطر وتواجد مكان سقوط الطائرة. طبعا هناك مرسوم أولا رئاسي ينص على ذلك ويعطي لكل واحد صلاحية. في هذا الإطار هناك مصالح معنية بالتدخل في عين المكان، ونذكر على سبيل المثال الدرك الوطني الذي له صلاحيات تأمين المنطقة وعدم السماح للغرباء للدخول